ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ هو ايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش اخش فين يا عبد؟ يا بنت خش يا بنت، امي مش هنا يا بنت. بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفيه؟ ربنا رزق. هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صح، الظهر عايزاه يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفيه. روحي يا وليه. وش واحدة نايمة يا بنت؟ ده وش واحدة نايمة؟ هي يما امال يعني كنت فين؟ من هنا يا بنت. من ايه يما؟ مفيش حد. طيب يا بنت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد يما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يما، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب يا بنت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ اطلعي يا روحي. والله يا خالتي ما في حاجه حصلت وربنا ما في حاجه حصلت. هتتدبلي هتتدبلي يا بنت. يا رحمه ابويا يا رحمه. مش هتدبلي الصوره؟ ما فيش حاجه حصلت وربنا. انتوا واثقين بشويش بشويش يا واد. خالتي والله مش هتطلع بره. اطلع بره، مش هيشوف وشك. مشي بره، اطلع بره يا جدعان. ما حصلش حاجه، ما فيش حاجه حصلت. روح لامك، روح لامك. يا حبيب امك يما اسمعي. كده هو ده اللي حصل، والله هو ده اللي حصل، ما حصلش اكتر من كده. والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه يا واد اللي دخلك اوضتهم وامها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرى لك. هتشوف عبد الله. تعالي يا صفيه، امشي اطلع بره يا واطي، امشي. قلبي وربي غضبانين عليك، امشي. تعالي يا اختي، تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى، الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي، ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم، قولي يا خالتي عايزه ايه. ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها، ما قلناش حاجه. لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهيلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا مهدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص، احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي، ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي، هما يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي. يعني عاجبك كيلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها، المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراه يخشوا. يخشوا يخشوا يغوروا من خلقتي، يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي على النبي، صلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري يا رمانة، يا رمانة وحدي. ايوه كده يا امه.